إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، تراين أمام صدر. تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3 4، ضغط 2 3 4، مد 2 3، قف. ذراعين في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف، تمرين أمام جنب أمام تحت. نبدأ التمرين مع بعض، 1 2 3 4، أمام جنب أمام تحت، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. من وضع الوقوف أثناء ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، قف. من الوقوف، فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين، ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابي وطالبات الصف الأول ثانوي في يوم جديد وتكملة لما سبق في جزئية جديدة تابع تصنيف التفاعلات الكيميائية. فكرتنا الرئيسية تقول دائما أن هناك 4 أنواع من التفاعلات الكيميائية، أي صنفت التفاعلات الكيميائية إلى 4 أنواع. هذه الأنواع تفاعلات تعرف بالتكوين، تفاعلات تعرف بالاعتراق، وتفاعلات صنفت أنها تفكك، وأخيرا صنفت بأنها تفاعلات إحلال. عندما نقول ماذا درسنا في الحصة الماضية لكي أستطيع أن أكمل جزئيتي في هذا الدرس، فنبدأ كبداية. ممتاز، إذن درسنا تصنيف التفاعلات صنفت إلى كم؟ رائع، إلى 4 أنواع. هاتي تلك 4 أنواع: تفاعلات احتراق، تكوين، تفكك، أخيرا إحلال. هل قمنا بدراسة جميع الأنواع؟ ممتاز، توقفنا عند الإحلال. الإحلال درسنا جزء منه وهو رائع، الإحلال البسيط. عندما نريد أن نتذكر تعريف الإحلال البسيط، تذكر معي، ممتاز، هو أن تحل ذرات عنصر محل، ممتاز، ذرات عنصر آخر في داخل المركب. بعدها أخذنا مجموعة من التطبيقات على الإحلال البسيط. إذن كانت هذه جزئية درسي في الحصة الماضية، ولكن أريد سؤال لكي أستطيع أن أبدأ درسي اليوم. سؤال، ممتاز، ما النوع الثاني من الإحلال؟
وما هي التطبيقات عليه. ممتاز. إذن نبدأ بالأهداف فنقول أهداف درسي لهذا اليوم: تصنيف التفاعلات الكيميائية لأربعة أنواع، تقسيم تفاعل الإحلال إلى قسمين بسيط ومزدوج، توضيح كيفية حدوث التفاعل الإحلال المزدوج، ثم تحديد نواتج هذا الإحلال المزدوج، فله نواتج متعددة، تحديد دور الأيونات السالبة. اليوم الأيونات السالبة لها دور كبير جدا في درسي في تفاعلات الإحلال المزدوج، تلخيص النواتج المتوقعة لبعض التفاعلات. نعيد ونلخص هذه النواتج المتوقعة. لدي سؤال فيما سبق، يقول السؤال: المعادلة العامة التي أمامي أو الافتراضية عندما تتأمل فيها قليلا سوف تعرف نوع التفاعل من أي نوع من الأربعة أنواع. لاحظ معي A بجانبها وكأنه عنصر، بجانبها مركب AB أو BX، إذن A بجانبها مركب BX. ماذا حدث بعد السهم؟ لاحظ A استطاع أن يدخل بدلا من ال B فأصبح AX والبي خرج. ما نوع هذا التفاعل مجرد النظر في المعادلة العامة؟ رائع، إذن هو تفاعل إحلال بسيط. ممتاز. لاحظ معي التعريف: تحل ذرات عنصر محل ذرات عنصر داخل مركب، ذرات عنصر محل ذرات عنصر في نفس المركب، يحل. ممتاز. إذن قد يكون الإحلال، ولكن الإحلال ماذا؟ رائع، البسيط. نتذكر معا سبب تصنيف العلماء للتفاعلات الكيميائية. ما السبب في تصنيف العلماء لهذه التفاعلات الكيميائية؟ ممتاز، ليسهل الدراسة غيره. ممتاز، حتى يسهل فهم هذه المعادلات أيضا، حتى أستطيع توقع النواتج. رائع. ممتاز، تفاعلات كثيرة، تفاعلات كثيرة يوميا، وهذه التفاعلات تحتاج إلى تصنيف ليسهل عملية دراستها. رائع جدا، إذا لتنظيمها، لفهمها، لسهولة دراستها، لكي حتى نتوقع نواتجها، فهذا هو سبب التصنيف. عندما نتذكر مع بعض التصنيف إلى أربع أقسام: التكوين، الاحتراق، التفكك والإحلال. درسنا التكوين ثم درسنا الاحتراق وبعده التفكك. في الحصة الماضية كان درسي عن الإحلال البسيط، اليوم سوف يكون درسي عن أو محور درسي الإحلال المزدوج. ممتاز، إذن سوف نتطرق للإحلال المزدوج ونتعرف عليه. فكبداية تفاعل الإحلال المزدوج، نتأمل كما تعودنا المعادلة العامة. لاحظ معي في البداية هذا الآن مركب AX، مركب وليكن أيوني، بجانبه مركب آخر وليكن أيوني. لماذا قالت الأستاذة مركب قد يكون أيوني؟ لأنني فككته إلى أيونات في الأعلى، إذن قد يكون مركب أيوني أو بعض المركبات التساهمية القطبية، قد يكون لدي هذه الأنواع. لاحظ معي هذه مركبان أمامي، عندما نتأمل لاحظنا أنه لابد من تحويلها إلى أيونات موجبة وسالبة وإعطائها شحنتها في الأعلى، هذا كطلب أول. طلب ثاني، لاحظ معي أن العمل على الأيونات السالبة فقط. لاحظ السهم لدى الأيون السالب X سالب Y على الأيونات السالبة. السهم يقول أن الX الأيون السالب من هذا المركب سوف يحل محل الأيون السالب في المركب المجاور له، بينما الأيون السالب في المركب الثاني سوف يحل محل الأيون السالب في المركب الأول. تبادل مواقع، تبادل مواقع بين من ومن؟ بين الأيونات السالبة فقط. الأيونات السالبة هنا تقوم بعملية تبديل مواقع، بحيث بعد السهم لاحظ الواي ارتبطت بأيون موجب مختلف عن الأول، في الأول كانت مرتبطة ب، أصبحت الآن مرتبطة بA. لاحظ الآن X، X أصبحت مرتبطة بأيون موجب جديد آخر، كانت في البداية X مرتبطة بA موجب أيون موجب A، والآن أصبحت مرتبطة بأيون موجب B. إذن لو بدأنا بتلخيص تعريف الإحلال المزدوج فنقول أن من الذي يتبادل في مواقعه؟ ممتاز، تبادل الأيونات، ولكن أضف بين قوسين الأيونات من؟
السالبة. ممتاز. إذن تعريف الإحلال المزدوج هو تفاعل يتم فيه تبادل الأيونات. من أقصد في الأيونات التي يحدث لها تبادل بشكل واضح؟ الأيونات السالبة بين مركبين. إذن شرطي أن يكون لدي مركبين، أقوم بتحديد شحناتها، أنظر إلى الأيونات السالبة في المركبين وأبدأ بتبديل مواقعها. كل أيون سالب يتصل بأيون موجب جديد مختلف عن الأول، ولكن انتبه للتكافؤات وأعداد التأكسد. يقول السؤال: علل أو فسر لماذا سمي إحلال مزدوج؟ في الحصة الماضية كان إحلال بسيط، ذرة عنصر واحدة فقط هي التي تحل محل ذرة عنصر آخر في مركب. الآن إحلال مزدوج. إذن الإحلال المزدوج أتى من جهتين. إذن نلاحظ أن الأيونين السالبة في المركبين في نفس الوقت تبدل أماكنها، فنسميه ممتاز بالإحلال المزدوج. إذن هذه الأيونات أو في هذا التفاعل الأيونات السالبة تتبادل في موقعها، بحيث أصبح مرتبطين بأيونين جديدة موجبة غير الأيونات الموجبة التي كانت معها في المركب الأول. لاحظ معي أول مثال: عندما يتفاعل هيدروكسيد الكالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك لينتج، إذا مادتين تفاعلت لينتج أي أضع السهم، كلوريد الكالسيوم الصلب بالإضافة أو كمحلول كلوريد الكالسيوم وإنتاج الماء. هذه المعادلة عند ترجمتها سوف تعطينا بهذا الشكل. لاحظ معي أول خطوة أقوم بها هل هو حتى تعرف على هذا التفاعل، هل هو إحلال بسيط أم مزدوج أو احتراق أم تفكك؟ لاحظ معي، أقوم بعملية ملاحظة وجود مركبين، هذه الخطوة الأولى. ثانيا ألاحظ النواتج، أكثر من مركب إذن ليست تكوين. هل فيها أكسجين؟ ليست احتراق. هل هي مادة واحدة قبل السهم؟ ليست تفكك. إذن فتكون إحلال، ولكن هل هو بسيط أم مزدوج؟ لاحظ وجود مادتين مركبين، إذن قد تكون مزدوج. فأخذ القلم وأبدأ بتقسيم الأيونات والشحنات وأعداد الأكسدة. الكالسيوم في المجموعة الثانية موجب 2، الهيدروكسيد أيون متعدد سالب 1. لاحظ معي في الشق الآخر، هذا عبارة عن مركب تساهمي قطبي. لاحظ عندما أقول أن الهيدروجين في المجموعة الأولى ممتاز موجب 1، الهالوجين كلور سالب 1. إذن بعد وضع هذه الشحنات أنظر للأيون السالب فقط. إذن يهمنا الآن الأيونات السالبة. إذن نظري على الأيونات السالبة، أقوم بعملية تبادل مزدوج لها. أيون الهيدروكسيد سوف ينتقل مكان الكلور، الكلور سوف ينتقل مكان الهيدروكسيد، تبديل مواقع. ماذا يحدث بعدها؟ الكلور كان مع الهيدروجين، أصبح مع الكالسيوم كلوريد الكالسيوم. الهيدروكسيد كان مع الكالسيوم، أصبح مع الهيدروجين فنتج الماء. لاحظ معي، إذن عملية تبادل، ولكن ننتبه دائما للتكافؤات حتى تكون طريقة التبديل صحيحة. عندما أدخل الكلور وهو سالب 1 أكون على علم بأن الكالسيوم موجب 2، فأبدلها بشكل صحيح فتعطي CaCl2. إذن ليس تبادل فقط، إنما بالاعتماد على أعداد الأكسدة وكتابة صيغة كيميائية سليمة. هنا الماء تكون نتيجة اتحاد الهيدروجين مع الهيدروكسيد. انتهينا من أول معادلة، ولكن ميز معي الناتج الثاني هنا، جميعها في حالة محاليل إكواس، إلا الناتج الأخير خرج لي ماء. ابدأ الآن ركز في المعادلات التي تليها. هنا خرج ماء. التفاعل الذي يلي: هيدروكسيد الصوديوم مع كلوريد النحاس الثنائي لينتج، أي أضع السهم، مادتين متفاعلة، أضع السهم كلوريد الصوديوم وهيدروكسيد النحاس الثنائي. الآن هذا هو المعادلة أمامي. الخطوة الأولى إذن وضع أعداد التأكسد في الأعلى، ممتاز تقسيم المادة، أضع أعداد التأكسد في الأعلى بهذا الشكل. ثم أنظر إلى الأيون السالب في كل من المركبين وأقوم بعملية تبديل مواقع لهم، أي الهيدروكسيد في الصوديوم يحل محل الكلور،
والكلور يحل محل الهيدروكسيد. هنا الكلور كان مع النحاس، بعد السهم أصبح مع الصوديوم. هنا الهيدروكسيد كان مع الصوديوم، أصبح بعد السهم مع النحاس. ننتبه لأعداد الأكسدة بعد السهم. لاحظ معي، عندما كان الكلور مع النحاس كان هناك اثنان في الأسفل. لماذا؟ تكافؤ النحاس، تبديل مواقع فقط لتكافؤ النحاس. لكن هنا عندما أكون أنا على علم بأن الصوديوم واحد في المجموعة الأولى والكلور سالب واحد، فلا يوجد أرقام في الأسفل، فلا أخذ الكلور Cl2 كما هي وأقوم بإدخالها مع الصوديوم، فقط أخذ الذرة وأنتبه للتكافؤات في الأعلى وكتابة صيغة صحيحة في الأسفل. لاحظ هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد النحاس كان النحاس وأنا على علم بعدد أكسدته في بداية التفاعل موجب اثنان. خرج النحاس مع الهيدروكسيد، كم تكافؤ الهيدروكسيد؟ أنا أعلم أنه سالب واحد، تبديل، فقمت واضطريت أني أضع أقواس وأضع الاثنين في الخارج. هذا سبب الكتابة أو هذا سبب التنبيه، لابد من الانتباه لأعداد الأكسدة بعد السهم لكتابة صحيحة. ثم أقوم بالوزن، هنا الكلور اثنان، هنا واحد، فأضرب في اثنان، ضربنا في اثنان، أصبح الكلور اثنان لكن تأثر من؟ الصوديوم، فاضطررنا إلى ضرب الصوديوم في اثنان. الهيدروكسيد أصبح اثنان، خرج أيضا اثنان بين قوسين. إذن بهذا الشكل وزنت، ولكن لاحظ النواتج أو لاحظ الحالة الفيزيائية، محاليل محاليل محاليل، ولكن نتج لي أيضا راسب. إذن في المعادلة الأولى نتج مع المحاليل ماء، في المعادلة الثانية نتج مع المحاليل كناتج راسب. لنرى المعادلة التي تليها أو نقوم بتعريف الراسب. عرف الراسب، إذا قلنا في المعادلة السابقة راسب، عندما أقول راسب وتطرقت له في معادلات أو في حصص سابقة، تكونت مادة صلبة ونزلت الأسفل ويطلق عليها في الكيمياء راسب. فما هو تعريف الراسب؟ ممتاز. إذن الراسب مادة صلبة، هذه المادة الصلبة لا تذوب في الماء، تبقى عائمة في المحلول فترة ثم تبدأ تنزل إلى الأسفل. هذا هو تعريف المادة الصلبة. فنحن في الكيمياء لا نقول عندما نرى سوليد بين قوسين S فلا نقول مادة صلبة، نقول راسب. إذن الراسب مادة صلبة لا تذوب في الماء. لنتذكر الآن المعادلة السابقة، هذه المعادلة السابقة راسب. الراسب في الصورة لو لاحظت هي وكأنها مادة جيلاتينية صلبة بدأت تتكون، تدريجيا تبدأ تنزل إلى أسفل الأنبوبة، وبهذا الشكل تكونت راسب، ولا أقول مادة صلبة، راسب. إذن ثاني ناتج لاحظنا أنه تكون راسب. لنرى الثالث، تفاعل سيانيد البوتاسيوم مع حمض الهيدروبروميك لينتج، نضع السهم، مادتين متفاعلة ثم السهم، حمض السيانيك وبروميد البوتاسيوم. إذن ترجمتها بهذا الشكل، أول خطوة ممتاز نضع الشحنات. إذن أعداد الأكسدة، نقوم بفصل المركب ونضع أعداد التأكسد، أيضا ممتاز فصل المركب وأعداد التأكسد. ثم ننظر للأيونات السالبة فقط، نقوم بتبديل مواقعها بين المركبين. السيانيد كان مع البوتاسيوم سوف ينتقل إلى الهيدروجين، البروم كان مع الهيدروجين سوف ينتقل إلى البوتاسيوم. لاحظ معي، بروميد البوتاسيوم وأصبح حمض السيانيك. إذن بهذا الشكل. أيضا أنتبه للتكافؤات وعداد التأكسد بعد السهم. أنا على علم بأن البوتاسيوم واحد والبروم هالوجين سالب واحد، ممتاز. السيانيد أو حمض السيانيد الهيدروجين موجب واحد في المجموعة الأولى، وشق السيانيد سالب واحد. هل تحتاج إلى وزن معادلة؟ لا، البوتاسيوم واحد خرج واحد، البروم واحد خرج واحد، أيضا الهيدروجين واحد واحد، والسيانيد شق كامل واحد وهنا واحد، لا تحتاج لعملية وزن. ولكن لفت انتباهي أن الناتج غاز، إذن جميع التفاعلات المواد المتفاعلة والناتجة كانت محاليل ما عدا ناتج على شكل غاز. إذن ماذا تلاحظ في الثلاث تفاعلات التي عرضتها؟ إما أن يكون أحد النواتج ماء، ممتاز، أو يكون أحد النواتج صلب راسب،
ممتاز، أو يكون أحد النواتج غاز في حالة غازية. إذا نقول ما هي نواتج الإحلال المزدوج؟ ستكون ثلاثة أنواع، إما فنضع أو، نقول إما أن تكون على شكل ماء أو راسب أو حالة غازية غازات. إذا هذه الثلاث نواتج قد تظهر أحدهما في تفاعلات الازدواج أو الإحلال المزدوج، يا إما يخرج لي ماء أو راسب أو غاز. لنلاحظ هذا التفاعل الأمامي يوضح لي خطوات كتابة معادلة في حالة إحلال مزدوج. أولاً يقول لي أكتب صيغ المتفاعلات، يهمني المتفاعلات، نترات الألمنيوم وحمض الكبريتيك. بعدها تعلمنا تقسيمه ووضع الشحنات والأكسدة في الأعلى. إذن أقوم بقسمة المركب من هنا، الألمنيوم موجب 3 ولدي الآن النترات سالب 1، إذن موجب 3 سالب 1. بعدها حمض الكبريتيك أقوم بعملية قسمته بهذا الشكل، ممتاز. لاحظ في المرحلة التي تليها هذا هو النترات سالب 1. لاحظ معي هنا خطأ في الكتاب، خطأ في الكتاب، الثلاثة في الأسفل هنا للنترات في الأسفل، فهي عدد الأكسجين، تكافؤ النترات سالب 1. إذن هذا خطأ في الكتاب، سالب 1 في الأعلى، الثلاثة هي عدد ذرات الأكسجين في الأسفل. لاحظ معي الآن الألمنيوم موجب 3، ممتاز موجب 3. عندما أقسم حمض الكبريتيك فنجد أن حمض الكبريتيك تكافؤ سالب 2 والهيدروجين موجب 1. من المهم من هذه الأيونات الموجبة والسالبة؟ ممتاز، السالبة فقط. ماذا أعمل بها؟ تبديل مواقع، أقوم بتبديل مواقعها. لاحظ قمت بربط الألمنيوم، الألمنيوم كان مع النترات، ربط الألمنيوم مع الكبريتات وربط الهيدروجين بالنترات، وأنتبه للتكافؤات، فأصبحت النواتج في رقم 4 كبريتات الألمنيوم بتبديل أعداد الأكسدة وحمض النيتريك، هذا كناتج رائع جدا. قمت بكتابة المعادلة، وضعت المتفاعلات والنواتج بعد تبديل أماكن الأيونات السالبة، ثم المرحلة الأخيرة أتأكد من الوزن. لاحظ معي الآن الوزن هنا، بدأنا الآن الوزن باعتبار أن لدي الآن النترات، لاحظ معي الكل 3 لأن الألمنيوم تكافؤ الألمنيوم نزل على النترات، فالنترات 3 بينما النترات هنا 1. لو لاحظنا الهيدروجين 2 وهنا 1، لاحظ الألمنيوم هنا 2، فأول ما تبدأ الذرة التي تختارها تبدأ عملية الوزن ولتكن الألمنيوم. هنا 2 هنا 1، ضربنا في 2 وزننا الألمنيوم، ولكن أصبح الآن وزن النترات 6، 2 في 3 6، فقمنا بضرب الشق هنا في 6 حتى تصبح النترات 6. أصبح الهيدروجين، إذا النترات أصبحت 6، الهيدروجين أصبح كم؟ 6. عدنا للهيدروجين هنا 2، كيف لي أن أجعله 6؟ أقوم بضربه في 3، ممتاز. الكبريتات أصبحت 3 في الطرف الآخر، ممتاز، أصلاً الكبريتات في الطرف الآخر 3. إذا نختار ذرة نبدأ تكون هي البداية، فكانت الذرة التي تكون بداية في الوزن هي الألمنيوم، هي الألمنيوم هي اللي تعطي الوزن في بشكل صحيح وبترتيب. سؤال، ماذا يحدث للأيونات السالبة في تفاعل الإحلال المزدوج؟ نحن قلنا أنها مهمة جدا، ماذا يحدث لها؟ رائع، تبديل مواقع بحيث ترتبط، ممتاز، بأيونات موجبة مختلفة جديدة. إذا تبديل مواقع فترتبط بأيونات موجبة ومختلفة، نأخذ تدريب عليها. تفاعلت مادتان التي موجودة في اليسار في الرسمة، لاحظ الدورق الأول يديد الليثيوم والدورق الثاني نترات الفضة، يديد الليثيوم ونترات الفضة سوف تتفاعلان معا لإنتاج، أضع سهم، يديد الفضة صلب ومحلول نترات الليثيوم، كما تعودنا نكتب المعادلة. بعدها أقوم بعملية وضع الشحنات، وضعت الشحنات في الأعلى لكي أركز بعدها على الأيون الموجب، عفوا الأيون السالب،
تركيزي على الأيون السالب. اليود سوف يحل محل النترات، النترات سوف تحل محل اليود. اليود كان مع من؟ مع الليثيوم. بعد السهم أصبح اليود مع الفضة، يوديد الفضة. لاحظ معي، النترات كانت بجانب الفضة، بعد السهم أصبحت بجانب الليثيوم. ممتاز، انتبه للتكافؤات بعد السهم حتى تعطي نواتج وصيغة صحيحة. الناتج الواضح من نواتج الإحلال راسب. ممتاز، يوديد الفضة سوليد، إذن راسب. لنأخذ الآن تفاعل آخر. يقول تفاعل كلوريد الباريوم مع كربونات محلول بكربونات البوتاسيوم لإنتاج، إذا مادتين إنتاج نضع سهم، كربونات الباريوم الصلبة ومحلول كلوريد البوتاسيوم. إذا نقوم بترجمة المواد وإكمال المعادلة كبداية. هذه المواد قمنا بوضع المتفاعلات معا بكتابة صحيحة ونعرف الأكسدة، ثم سهم وضعت المتفاعلات النواتج. لاحظ معي، أقوم بقسمة المادة وضع الشحنات، أقسم المادة بهذا الشكل وأضع الشحنات. الباريوم في المجموعة الثانية، إذا تكافؤ 2. الكلور من الهالوجينات سالب 1. البوتاسيوم إذا تعتمد على حفظي لأعداد التأكسد لأحادية أيونات، أحادية الذرة أيونات متعددة الذرات. لاحظ متعدد ذرات اسمه كربونات، كم تكافؤه؟ سالب 2. بعد وضع هذه التكافؤات أبدأ أركز على من؟ الأيون السالب في كل مركب. لماذا؟ لكي أقوم بعملية تبديل مواقع له. هنا الكلور سيحل محل الكربونات، الكربونات ستحل محل الكلور، تبديل مواقع، ولكن ليست مجرد تبديل مواقع، انتبه للتكافؤات في الأعلى. فبعد السهم البوتاسيوم أنا على علم أنه موجب 1 والكلور سالب 1، بدل لا يوجد أرقام في الأسفل. بعدها ممتاز، الباريوم والكربونات جميعها موجب 2، فبالتالي موجب 2 سالب 2 كلها رقم متعادل، فلا تعطي أرقام في الأسفل. يا أستاذة والثلاثة، الثلاثة خاصة بالكربونات CO3، هذه كلها أيون كربونات. ما الناتج الواضح في الإحلال المزدوج؟ راسب. ممتاز، في هذا النوع كان الناتج راسب. مثال آخر يقول تفاعل محلول كبريتات الصوديوم مع محلول نترات الرصاص الثنائي، مادتين متفاعلة بينهم جمع، لإنتاج أضع السهم. كبريتات الرصاص الثنائي الصلب ومحلول نترات الصوديوم، أبدأ بالترجمة بالاعتماد على أعداد التأكسد. لاحظ أولاً أقسم المركب وأضع أعداد التأكسد، أقسم المركب وأضع أعداد التأكسد. الصوديوم في المجموعة الأولى، ممتاز موجب 1. الكبريتات شق، إذن شق سالب 2. الرصاص موجب 2 كتكافؤ، ممتاز لأنه من الفلزات، رائع. النترات سالب 1. بعدها أركز على الأيون السالب وأبدل في المواقع. الكبريتات كانت مع الصوديوم، أصبحت الآن كنواتج مع من؟ مع الرصاص. النترات كانت مع الرصاص، أصبحت النترات مع من؟ مع الصوديوم. ممتاز، انتبه للتكافؤات. هنا الرصاص موجب 2 والكبريتات سالب 2 ذهبت معا، هنا الصوديوم موجب 1 سالب 1، إذا ممتاز فتذهب معا. إذا ننتبه للتكافؤات لكتابة صيغة صحيحة والناتج راسب. أمامي الآن أنواع التفاعلات من البداية التصنيف. التكوين مادتان تعطي مادة واحدة وهذه صيغتها العامة. أيضا الاحتراق قد يكون الفلز مع الأكسجين، لا فلز مع أكسجين، مركب مع أكسجين، أيا كان مع الأكسجين، الناتج دائما أكاسيد وهذه المعادلة العامة. قد يكون تفكك مركب واحد فقط يحتاج إلى تسخين فتعطي عناصر كثيرة، مركبات أيا كانت وهذه صيغتها العامة. قد يكون إحلال بسيط فقد يحل فلز محل هيدروجين، أو فلز محل فلز، أو لا فلز محل لا فلز وتعطي مركبات جديدة وهذه الصيغة العامة. قد يكون إحلال مزدوج، درسنا اليوم مركبين ونركز على الأيونات السالبة وتبديل مواقع،
لتعطي مركبات مختلفة ونواتج ثلاثة: صلب، سائل، غاز. ممتاز، وهذه صيغتها العامة. لنأخذ مثال، وهذا المثال صنفه على حسب التفاعلات الأربعة: أكسيد الكالسيوم الصلب وغاز ثاني أكسيد الكربون، مادتين لإنتاج كربونات الصوديوم الصلبة، مادة واحدة فقط. لاحظ معي، مادتين أعطت بعد سهم مادة واحدة، وكأنها A زائد B تعطي AB. ما نوع التفاعل؟ مادة واحدة بعد السهم. ممتاز، تكوين. عرف التكوين. ممتاز، تفاعل مادتين لإعطاء مادة واحدة فقط. رائع جدا. بعدها نريد أن نختبر معلوماتنا. لدينا معادلة الآن، وهذه المعادلة لاحظ الـ X والـ Y مع الـ A والـ B، وفجأة أصبحت الـ X والـ Y أو الـ Y متبادلة في الأماكن منوعة. رائع جدا، إحلال مزدوج. تعريف يقول: المادة الصلبة التي تنتج أثناء التفاعل ولا تذوب في الماء وتبدأ تنزل إلى الأسفل تقال لها، أو يقال لها في الكيمياء، راسب. رائع. إذا في نهاية درسنا لهذا اليوم رجعنا أو أخذنا ماذا؟ تعرفنا على الإحلال المزدوج. ممتاز. نواتج هذا الإحلال المزدوج قد تكون مادة صلبة، سائلة، غازية. رائع جدا. ثم ختمناها بمجموعة من التطبيقات. رائع جدا. إذا في نهاية حصتي لا يسعني إلا نقول دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات على قناة عين في منهج أحياء واحد. اليوم في درسنا بإذن الله سوف نتحدث عن اللاسعات أو الجوف معويات، وسوف نتعرف على خصائص هذه الكائنات الحية. دعونا ننطلق في درس لهذا اليوم،
ونتعرف بشكل أكبر. أولاً، هنالك بعض المفردات أو المصطلحات في درسنا لهذا اليوم وهي مهمة جداً ولا بد أن نتعرف عليها بشكل أكبر. من هذه المصطلحات الخلايا اللاسعة، أيضاً الكيس الخيطي اللاسع، بالإضافة إلى التجويف المعوي الوعائي، وأيضاً الشبكة العصبية، وأيضاً الطور البوليبي، وأيضاً الطور الميدوزي. فجميع هذه المفردات سوف نتعرف عليها في درسنا لهذا اليوم. أيضاً كما نلاحظ هنا في هذا الشكل، نجد بأن اللاسعات أو الجوف معويات هي من التناظر، كما نلاحظ من نوع التناظر الشعاعي. إذا تصنف اللاسعات أو الجوف معويات من حيث نوع التناظر، يكون نوع التناظر ماذا؟ شعاعي، وتعرفنا عليه سابقا في الدروس الماضية. هنا طبعا صورة لأحد أنواع اللاسعات وهي لقنديل البحر. أيضا هنا صورة لشقائق النعمان، كما نلاحظ في هذه الصورة أن شقائق النعمان من الحيوانات الجالسة أو الثابتة. فهذان الحيوانان هي أمثلة على هذه الشعبة، شعبة اللاسعات أو الجوف معويات. فقنديل البحر وشقائق النعمان كما ذكرنا تنتمي إلى هذه الشعبة. تضم هذه الشعبة بما يقارب حوالي 10,000 نوع من أنواع اللاسعات أو الجوف معويات. معظم هذه الأنواع تعيش في المياه المالحة. إذن الموطن البيئي لأغلب أنواع اللاسعات أو الجوف معويات هي تعيش في المياه المالحة، مثل مياه البحار أو مياه المحيطات. أيضا تركيب الجسم، مما يتركب جسم اللاسعات أو الجوف معويات. دعونا نتعرف بشكل أكبر على تركيب الجسم في اللاسعات أو الجوف معويات. نجد أولاً تشبه اللاسعات الإسفنجيات التي تعرفنا عليها في الدرس الماضي في احتوائها على فتحة واحدة للجسم. طبعاً لأغلب أنواع اللاسعات لها طبقتان من الخلايا، لها طبقتان من ماذا؟ من الخلايا. تنتظم الطبقتان من الخلايا في اللاسعات في أنسجة لها وظائف ماذا؟ محددة. ذكرنا سابقا أنه نتيجة لانقسام الخلايا المستمر بشكل كبير جدا سوف يتكون في المحصلة ماذا؟ سوف يتكون نسيج. سوف يتكون ماذا؟ نسيج. فلاحظ أنه تنتظم هاتان الطبقتان في أنسجة لها وظائف ماذا؟ محددة. فإذا هذه الأنسجة لها أدوار، لها وظائف تقوم بها بحسب نوع ماذا؟ الأنسجة. أيضا نجد أن الطبقة الخارجية للجسم لها أهمية كبيرة جدا. ما هي أهمية الطبقة الخارجية للجسم؟ هو الحماية. فلنلاحظ تحمي الطبقة الخارجية للجسم، ولكن أيضا هنالك الطبقة الداخلية. أيضا ماذا تقوم به الطبقة الداخلية؟ نجد بأن الطبقة الداخلية تقوم بعملية هضم ماذا؟ الغذاء، كما ذكرنا قبل قليل بأنها تحتوي على ماذا؟ طبقتان من الخلايا، طبقة خارجية تقوم بعملية الحماية، وطبقة داخلية تقوم بعملية هضم الغذاء. أيضا اللاسعات كما ذكرنا قبل قليل نوع التناظر لها هو تناظر ماذا؟ شعاعي، لأنها تحتوي على ماذا؟ لأنها تحتوي على أنسجة. فبالتالي تصنف اللاسعات أو الجوف معويات ضمن الحيوانات التي لها تناظر ماذا؟ تناظر شعاعي. أيضا من خصائص التناظر الشعاعي يمكن الحيوانات البطيئة الحركة أو التي نادرة ما تتحرك بأن هذه الحيوانات لديها القدرة على رصد الفرائس، فبالتالي تستطيع أن ترصد الفرائس القادمة من أي اتجاه والإمساك ماذا بها. إذن من الذي ساعد اللاسعات في عملية رصد هذه الفرائس والإمساك بها؟ هو نوع التناظر الشعاعي. إذن نوع التناظر له دور كبير جدا في عملية رصد هذه الفرائس والإمساك بها. أيضا اللاسعات تستطيع اللاسعات أن تطفو على سطح الماء، وأيضا في المقابل تستطيع أن تلتصق بأحد الأجسام تحت سطح ماذا؟ الماء. إذن هنالك حرية كبيرة جدا في حركة اللاسعات. فلاحظ بعض أنواعها يستطيع الطفو فوق سطح الماء أو أعلى سطح الماء، وأيضا تستطيع أيضا الالتصاق
أسفل أو في الأجسام التي تكون تحت سطح ماذا؟ الماء. لاحظ هنا في هذه الصورة، لو لاحظنا سوف نتحدث عن التغذي والهضم، ونقرن هذا الكلام الذي لدينا الآن أو هذه الخصائص بهذه الصورة. فدعونا الآن نلاحظ، نجد أولا لوامس اللاسعات مزودة بخلايا ماذا؟ بخلايا لاسعة، ومن هنا اكتسبت اللاسعات سبب التسمية. إذن لماذا سميت اللاسعات بهذا الاسم؟ لأنها تمتلك لوامس مزودة بخلايا ماذا؟ لاسعة. نلاحظ في هذه الصورة بأن هذه هنا في هذه اللوامس تمتلك ماذا؟ خلايا لاسعة. خلايا ماذا؟ لاسعة. إذن لهذا السبب سميت اللاسعات بهذا الاسم. أيضا تحتوي الخلايا اللاسعة على كيس خيطي لاسع. كيس خيطي ماذا؟ لاسع. لو استعرضنا في هذه الصورة نجد هنا يحتوي الكيس الخيطي اللاسع، فلاحظ أنه الخلايا اللاسعة تحتوي على كيس خيطي لاسع. ما هو الكيس الخيطي اللاسع؟ مما يتكون الكيس الخيطي اللاسع هو عبارة عن حوصلة تحتوي أنبوبا ملتفا. فلاحظ هنا لدينا كما نلاحظ هنا أنبوب شبيه بماذا؟ شبيه بالخيط. أنبوب ملتف شبيه ماذا؟ بالخيط. هذا الأنبوب الشبيه بالخيط يحتوي على ماذا؟ يحتوي على سم وخططيف. ما هي أهمية السم والخططيف؟ السم طبعا هو يعمل على رصد الفريسة وغرس هذا السم داخل ماذا؟ الفريسة لكي يسهل التحكم بها والإمساك بها. الخططيف هي عبارة عن لوامس تستطيع هذه اللاسعات الإمساك بواسطة هذه الخططيف اللي هي اللوامس الفريسة والتغذي عليها. أيضا تزداد نفاذية غشاء الكيس الخيطي اللاسع نتيجة لللمس أو لمنبه كيميائي. فهذه اللاسعات عندما تلمس أي جسم، أي جسم أو أي حيوان آخر موجود في البحار أو المحيطات مباشر الآن ماذا يحدث؟ تزداد نفاذية غشاء الكيس ماذا؟ الخيطي، سواء عن طريق اللمس أو عن طريق ماذا؟ منبه كيميائي أو وسط كيميائي توجد به هذه اللاسعات. فبالتالي ماذا يحدث بعد ذلك؟ يسمح باندفاع الماء، ماء كبير طبعا أو ماء كثير جدا إلى داخل هذا الغشاء. فلاحظ كيف يدخل الماء إلى داخل الغشاء نتيجة لللمس أو نتيجة لمنبه ماذا؟ كيميائي. أيضا يشبه عمل الكيس الخيطي اللاسع عمل الرمح الذي يستخدم من قبل بعض الصيادين في صيد ماذا؟ في صيد الحيتان. كيف يكون وجه الشبه أو وجه التطابق بين عمل الكيس والرمح المستخدم في صيد الحيتان؟ وجه الشبه بأنه هو زيادة الضغط ماذا؟ الأسموزي. زيادة الضغط ماذا؟ الأسموزي. فقد يصل هذا الضغط الأسموزي العالي جدا إلى 150 ضغطا جويا، فبالتالي كمية الضغط عالية جدا. ماذا يحدث عندما تكون كمية الضغط عالية جدا؟ تمكن هذه اللاسعات من اختراق الأجسام والقشور الصلبة لبعض الحيوانات. فنلاحظ أن لها القدرة على اختراق الغطاء القشري لسرطان ماذا؟ سرطان البحر. سرطان البحر يحتوي على غطاء قشري صلب جدا، مع ذلك تستطيع اللاسعات على اختراق هذا الغشاء أو هذه القشرة الصلبة جدا. لماذا تستطيع على اختراق هذه القشرة؟ لأنها لديها ضغط جوي عالي كما لاحظنا نتيجة لزيادة الضغط ماذا؟ الأسموزي. يصل في بعض الحالات إلى 150 ضغطا ماذا؟ جويا. أيضا يعد انطلاق الكيس الواحد، طبعا لاحظ هنا الكيس المعني هنا في حديثنا هو الكيس ماذا؟ الخيطي. فيعد انطلاق الكيس الخيطي واحدا من أسرع العمليات الخلوية في الطبيعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن عملية هروب الفريسة والاختباء أو الاختفاء يعد مستحيل بالنسبة للاسعات. لماذا؟ لأن عملية انطلاق هذا الكيس الخيطي سريعة جدا جدا جدا، فعملية هروب الفريسة تكاد تكون ماذا؟ تكاد تكون مستحيلة. أيضا تجلب الفريسة بعد الإمساك بها بواسطة الكيس اللاسع واللوامس إلى الفم. لو استعرضنا هذه الصورة التي أمامنا هنا اللوامس كما نلاحظ
وهنا فتحة ماذا؟ الفم. ولكن لاحظ هذه الفتحة هي فتحة الفم وأيضا فتحة الشرج، سوف نتحدث عنها بعد قليل، ولكن دعونا نركز هنا في هذه اللوامس. فهذه اللوامس هي التي تقوم بجلب هذه الفريسة إلى فتحة ماذا؟ الفم، كما نلاحظ هنا في هذه الصورة. أيضا تحيط الطبقة الداخلية من الخلايا بفراغ يسمى ماذا؟ يسمى التجويف المعوي الوعائي. فلاحظ هنا هذا الفراغ كاملا الذي يوجد داخل هذا الحيوان يسمى التجويف المعوي الوعائي. ما هي أهمية التجويف المعوي الوعائي؟ يقوم بعملية ماذا؟ هضم الغذاء، يقوم بهضم ماذا؟ الغذاء، أو هو مكان الذي يحدث فيه عملية ماذا؟ هضم للغذاء. أيضا تفرز الخلايا المبطنة للتجويف المعوي، هنا طبعا كما نلاحظ اللون الأخضر، هنا خلايا توجد، هذه الخلايا مبطنة للتجويف ماذا؟ المعوي. هذه الخلايا تفرز إنزيمات ماذا؟ هاضمة على الفريسة التي مفترض أن تكون في هذا المكان داخل التجويف ماذا؟ المعوي. هذه الإنزيمات الهاضمة تساعد في عملية هضم الفريسة، وأيضا هنالك قد يكون جزء من هذا الطعام أو جزء من هذا الفريسة غير مهضوم، فيتم التخلص من هذا الطعام الغير مهضوم عبر فتحة ماذا؟ الشرج. فلاحظ هذه الفتحة متى نطلق عليها فتحة الفم ومتى نطلق عليها فتحة الشرج. فتحة الفم هو عندما يدخل الغذاء إلى داخل التجويف ماذا؟ المعوي، وعندما يتم طرد الغذاء الغير مهضوم من التجويف المعوي تسمى الآن هذه الفتحة بهذه الحالة فتحة ماذا؟ الشرج. أيضا في الاستجابة للمثيرات، درسنا سابقا أنه أحد خصائص الكائنات الحية هو الاستجابة للمثيرات. ما هو الاستجابة وما هي المثيرات؟ ذكرناها في كل درس. الاستجابة هي ردة فعل المخلوق الحي، المثير هو الذي يسبب ردة فعل ماذا؟ المخلوق الحي. فهنا في اللاسعات هل هنالك استجابة للمثيرات؟ قد تكون هذه المثيرات خارجية أو قد تكون ماذا؟ داخلية. لكن السؤال هل هنالك استجابة للمثيرات في اللاسعات؟ طبعا نعم، هنالك استجابة لهذه المثيرات. فتحوي اللاسعات جهازا عصبيا يتكون من شبكة ماذا؟ عصبية. عبر هذا الجهاز العصبي تستطيع اللاسعات من الاستجابة للمثيرات والإحساس بالمثيرات سواء كانت خارجية أو مثيرات ماذا؟ داخلية. فهذه الشبكة العصبية توصل السيالات العصبية من جميع أجزاء الجسم وإليه. معنى ذلك أنه جميع السيالات العصبية هي تنتقل في جميع أجزاء جسم اللاسعات. أيضا تسبب سيالات الشبكة العصبية انقباض خلايا شبه عضلية في طبقتي ماذا؟ الخلايا. ذكرنا قبل قليل أن هنالك طبقتين من الخلايا، طبقة داخلية وطبقة ماذا؟ خارجية. هاتان الطبقتان طبعا تنقبض وتنبسط نتيجة لمرور أولا سيالات الشبكة العصبية، ونتيجة أيضا لتحرك اللوامس للإمساك بالفريسة. فنتيجة لمرور سيالات الشبكة العصبية عبر هذه الخلايا الداخلية والخارجية يكون هنالك انقباض وانبساط للعضلات. ماذا يحدث نتيجة الانقباض والانبساط لهذه العضلات؟ تستطيع هذه اللوامس من الحركة والإمساك بالفريسة. أيضا لا توجد في اللاسعات أوعية دموية أو جهاز تنفسي أو أعضاء للإخراج. فلاحظ هنا في اللاسعات لا تمتلك هذه الأجهزة، فإذا لا تمتلك الجهاز الدوري الدموي أو الأوعية الدموية، وأيضا لا تمتلك الجهاز التنفسي، وأيضا لا تمتلك أعضاء خاصة في عملية ماذا؟ الإخراج. هنا مقارنة بين الإسفنجيات واللاسعات، درسنا في الحصة الماضية الإسفنجيات، وفي حصتنا لهذا اليوم تحدثنا عن اللاسعات. ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الإسفنجيات واللاسعات؟ أولا نبدأ بالإسفنجيات. نجد في أن حيوان الإسفنج مستويات بناء الجسم له أنه عديم ماذا؟ عديم التناظر. معظم أنواع الإسفنج عديم ماذا؟ التناظر. أما في اللاسعات مثل قنديل البحر لديه نوع من التناظر يسمى التناظر ماذا؟ الشعاعي. التغذي والهضم، في حيوان الإسفنج الإسفنج يقوم بعملية ترشيح الغذاء، لذا يكون نوع التغذي في الإسفنج ترشيح ماذا؟ التغذي.
ايضا يتم الهضم، هضم هذا الغذاء في خلايا خاصه في عمليه ماذا؟ الهضم. اما بالنسبه لقنديل البحر يتم عمليه اولا الامساك بالفريسه عن طريق الخلايا اللاسعه واللوامس. ايضا يتم الهضم في التجويف المعوي والوعائي كما استعرضنا قبل قليل. الحركة في الأسفنج طبعا لا تستطيع الحركة وهي حيوانات ماذا؟ جالسة. أما الحركة في قنديل البحر إما أن تكون طافية على الماء أو جالسة تحت سطح الماء وتكون متسقة بأحد الأسطح. أيضا الاستجابة للمؤثرات في حيوان الأسفنج، لا يوجد جهاز عصبي مسؤول عن الاستجابة للمؤثرات. أيضا الخلايا هي التي تقوم بالاستجابة للمؤثرات وليس الجهاز العصبي، لأنها لا تمتلك جهاز ماذا؟ عصبي. أما في قنديل البحر هنالك جهاز عصبي بسيط يتكون من شبكة ماذا؟ عصبية. التكاثر في حيوان الأسفنج يكون التكاثر طبعا خنثى، أولا لأن الأسفنج يحتوي على تركيب تكاثرية أو قادر على إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات فهي خنثى، ولكن نوع التكاثر هنا نجد أنه في الأسفنج تكاثر ماذا؟ جنسيا. أما التكاثر اللاجنسي في الأسفنج يتم عبر عدة طرق، إما عن طريق التجزؤ أو عن طريق إنتاج البريعمات أو عن طريق التبرع. أما في قنديل البحر نجد أن هنالك الجنس ماذا؟ منفصل، الجنس منفصل. فعندما نجد مثل هنا في هذا المثال قنديل البحر، فيكون هذا القنديل إما أن يكون ذكر وإما أن يكون ماذا؟ أنثى، فهو يختلف عن الأسفنج. ويتكاثر قنديل البحر طبعا جنسيا. أما الطور البوليبي بالنسبة للاسعات يكون فيه نوع التكاثر تكاثر لا جنسيا عبر ماذا؟ عبر التبرع. هنا في التكاثر كيف تتكاثر اللاسعات أو الجوف معويات، نجد أن أغلب اللاسعات تمر في طورين جسميين رئيسيين. أول طور من أطوار اللاسعات هو الطور ماذا؟ البوليبي. الطور ماذا؟ البوليبي. يشبه الطور البوليبي حيث يشبه هذا الجسم الأنبوب ويوجد فم محاط بعدة لوامس. أما الطور الآخر وهو الطور الذي يسمى الطور الميدوزي، نجد أن الجسم فيه يشبه المظلة وتتدلى منه اللوامس. طبعا سوف نستعرض صورة للطور البوليبي والطور الميدوزي بعد قليل. فلو لاحظنا هنا في الطور الميدوزي هنا وأيضا هنا في الطور ماذا؟ البوليبي. يقع الفم الميدوزي على السطح البطني بين اللوامس. فإذا أين يقع الفم في الطور الميدوزي؟ يقع على السطح البطني بين ماذا؟ اللوامس. أيضا يمكن ملاحظة الطورين الجسميين للاسعات في دورة حياة قنديل البحر كما سوف نستعرض بعد قليل. هنا في هذه الصورة لدينا الطور الميدوزي، هنا لدينا الذكر وهنا لدينا ماذا؟ الأنثى. الذكر يطلق الحيوانات المنوية والأنثى تطلق ماذا؟ البويضات. ماذا يحدث بعد ذلك؟ هذه البويضة الآن سوف تخصب عبر الحيوان المنوي فتصبح ماذا؟ لاقحة أو زايغوت. هذه اللاقحة أو الزايغوت سوف تكون يرقة عندما تنقسم هذه الخلايا وتتحرك عبر السباحة وتكون حرة أيضا. ثم الآن تكون هنا الطور ماذا؟ البوليبي. الطور ماذا؟ البوليبي. خلال هذا الطور البوليبي يتكون لدينا ماذا؟ برعم كما نلاحظ في هذه الصورة. هذا البرعم ينفصل كما نلاحظ، وأيضا هذا البرعم ينمو مرة أخرى، وهذه الطريقة تسمى تكاثرا ماذا؟ لا جنسيا. ولكن هنا نوع التكاثر تكاثر جنسي لأنه لدينا ذكر وأنثى. الذكر يطلق الحيوانات المنوية والأنثى تطلق ماذا؟ البويضات. أيضا اللاسعات تصنف إلى أربعة طوائف ماذا؟ رئيسية. لدينا طائفة الهيدروزوا مثل الهيدرات، وأيضا طائفة أخرى وهي تسمى طائفة الفنجنيات وتشمل قناديل البحر الكبيرة، والطائفة الثالثة وهي طائفة الصندوقيات وتشمل قناديل البحر التي تكون تسمى قناديل البحر الصندوقية، والطائفة الرابعة والأخيرة وهي طائفة الزهريات أو الأنثوزوا تشمل شقائق النعمان ومرجان البحر. لو تعرفنا بشكل أكبر على هذه الطوائف فنجد أن الهيدرات أو الهيدرا أولا تضم نحو 2700 ماذا؟ نوع.
لها طرازان في دورة حياتهما كما ذكرنا قبل قليل، الطور البوليبي أو الطراز البوليبي والطور ماذا؟ الميدوزي. أشهر مثال على الهيدرات هو حيوان يسمى ماذا؟ الهيدرة. أما بالنسبة لقناديل البحر تضم نحو 200 نوع تقريبا. مظهر قناديل البحر يكون بشفافة وأيضا تطفو بالقرب من سطح ماذا؟ الماء. أيضا لها طوران، الطور الميدوزي والطور البوليبي، ولكن في الطور الميدوزي هو الطور ماذا؟ السائد، هو الطور ماذا؟ السائد مع وجود الطور أو الطراز البوليبي. تسمى قناديل البحر بالأسماك الهلامية. لماذا سميت قناديل البحر بالأسماك الهلامية؟ لأنها تحتوي على مادة شبه هلامية، تحتوي على مادة ماذا؟ شبه هلامية. إذن سبب تسمية قناديل البحر بالأسماك الهلامية لأنها تحتوي على مادة شبه ماذا؟ هلامية. أيضا سمي قنديل البحر الصندوقي بهذا الاسم لأنه يشبه ماذا؟ لأنه يشبه شكل الصندوق، لأنه يشبه شكل ماذا؟ الصندوق، وهو الطراز السائد، وهو الطراز ماذا؟ السائد. أما هنا في شقائق البحر والمرجان نجد في أن شقائق البحر والمرجان تضم تقريبا 6200 نوع، 6200 ماذا؟ نوع. تمتاز طبعا شقائق البحر والمرجان بجمال ألوانها وجاذبيتها، لذا نجد أن مرجان البحر يتميز بأن له ألوان زاهية ومتنوعة بين الأحمر والأصفر والأخضر وهكذا. أيضا تحتوي على خلايا لاسعة ولكنها تختلف عن قناديل البحر بسيادة الطراز الميدوزي في دورة ماذا؟ حياتها، وهذا وجه الاختلاف بين شقائق البحر وأيضا قناديل ماذا؟ البحر. أيضا شقائق النعمان تعيش منفردة بينما يعيش المرجان في مستعمرات من البوليب. أيضا يفرز المرجان، مرجان البحر، كربونات الكالسيوم، لذا نجد بأن مرجان البحر دائما ماذا؟ دائما صلب، وسبب هذه الصلابة لأنه قادر على إفراز هذه المادة، مادة كربونات ماذا؟ الكالسيوم. وأهمية هذه المادة تكمن في عملية حماية ماذا؟ المرجان. أيضا تتكون الشعاب المرجانية من الأغطية الواقية عبر آلاف السنين، فعندما تتراكم هذه الأغطية الواقية من نفس المادة كربونات الكالسيوم سوف يتكون لدينا ماذا؟ سوف يتكون عندنا الشعاب المرجانية. أيضا يحتوي المرجان على الطلائعيات، هذه الطلائعيات تعيش معيشة تكافلية، فهذه الطلائعيات تضيف إلى مرجان البحر أو تضفي إلى هذه الطلائعيات ألوان زاهية على الشعب ماذا؟ المرجانية. كما ذكرنا قبل قليل أن مرجان البحر لديه ألوان زاهية، تساهم هذه الطلائعيات في أنه هذا المرجان يظهر بهذه الألوان الزاهية كما نلاحظ في هذه الصورة. هنا لدينا سؤال، سميت الخلايا اللاسعة بهذا الاسم، هل لأنها تمتلك خلايا لاسعة، لأن تغذيتها ترشيحية، لا تمتلك خلايا لاسعة؟ طبعا الإجابة الصحيحة لأنها ماذا؟ تمتلك خلايا لاسعة. في السؤال الثاني لدينا هنا نوع التناظر لقنديل البحر، هل هو تناظر شعاعي أم عديم التناظر أو تناظر جانبي؟ طبعا الإجابة الصحيحة هو تناظر شعاعي. وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة طلاب المرحلة الثانوية في نظام المقررات، ننطلق وإياكم في سلسلة من دروس مقرر مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات، حيث سنتناول اليوم ونكمل الوحدة السادسة مصادر المعلومات، وموضوع درسنا الفهارس الإلكترونية للمكتبات المحوسبة. تحدثنا في الدرس الماضي مهارة استخدام المكتبات المحوسبة، وذكرنا من مفهوم المكتبات المحوسبة بأنها عبارة عن ماذا؟ بأنها كمية ضخمة من مصادر المعلومات المخزنة الإلكترونية والمنظمة بطريقة معينة، حيث يمكن البحث فيها واسترجاعها عن بعد من خلال الاتصال مباشر أو عبر شبكات كالإنترنت. أيضا تحدثنا في ما يخص للفهارس الإلكترونية، لأن هذه المكتبات أو هذه المكتبات الإلكترونية بمكتبة محوسبة تقوم على ثلاث ركائز أساسية. أيضا أن لهذه أيضا المكتبات المحوسبة لها عدة، ذكرنا لها عدة خدمات، من ضمنها خدمة البحث عن المعلومات، وأيضا خدمة الإجابة عن الاستفسارات وتدريب المستفيدين، أيضا من ضمنها تقديم خدمة الإحاطة الجارية وخدمة الاستشارات. اليوم سوف نتحدث بإذن الله، موضوع درسنا مهارة استخدام الفهارس الإلكترونية للمكتبات إذا المحوسبة. إذا موضوع درسنا اليوم مهارة استخدام الفهارس الإلكترونية للمكتبات المحوسبة، حيث يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن يحقق هذه الأهداف وبكفاءة، وهي يوضح مفهوم الفهارس الإلكترونية ويستنتج أهمية الفهارس الإلكترونية، وأيضا يمارس استخدام الفهارس الإلكترونية ويقارن بين أساليب البحث في الفهارس الإلكترونية. إن إتاحة مصادر المعلومات في متناول يد المستفيد واستثمارها بشكل فعال يستلزم ماذا؟ يستلزم الاستعانة بمجموعة من الأدوات والتقنيات لتسهيل مهمة البحث عنها والحصول عليها، ومن أهمها إذن فهارس المكتبات الإلكترونية في عملية البحث عن مصادرها الإلكترونية. إذن ماذا يقصد أو ما هو مفهوم الفهارس الإلكترونية؟ ما الذي نعني بالفهارس الإلكترونية؟ هي أداة بحث متاحة على الإنترنت تقوم بمهمة ماذا؟ تقوم بمهمة وصف مصادر المعلومات في قوائم مرتبة هجائيا وترتيبها والتنظيم الجيد لها واسترجاعها ومن ثم إتاحتها للمستفيدين، بحيث أن هذه الفهارس الإلكترونية تعتبر ماذا؟ تعتبر أداة لمن؟ للمستفيد عندما يريد البحث عن مصدر معين من خلال هذه، إذن هذه الفهارس. أيضا هذه تقوم بماذا؟ لكي هي متاحة له من خلال طريقة معينة، وحتى ثم إتاحتها للمستفيدين بحيث أنه يستطيع الحصول عليها من خلال، طبعا هي متاحة على شبكات الإنترنت. إذن هذه أو هذا هو مقصود بمفهوم الفهارس الإلكترونية. لكن نأتي لهذا التساؤل التالي، هل لهذه الفهارس الإلكترونية ما الهدف من هذا الفهرس؟ ما هو الهدف منها عندما يريد، عندما يتمكن الباحث أو المستفيد، هي تقدم له ماذا؟ الهدف من هذه الفهارس الإلكترونية للمكتبات كأدوات بحث مثل ما ذكرنا في مفهوم وتعريف، وهو ماذا؟ بحيث أنه يصل لنتيجة التي يحتاجها بالفعل المستفيد، والتي هو ماذا؟ مصدر الوعاء أو مصدر الكتاب في طبعا في، وهذا ما يميز أيضا هذه الفهارس الإلكترونية بأنه يحصل في أقصر وقت وأقل جهد، وضمان أن تكون هذه النتائج معبرة عن السؤال والطلب المستفيد، بحيث المستفيد عندما هو يبحث، هو يبحث مثلا بسؤال، يريد مثلا كتاب معين، يعني كأنه يقول هل هذا الكتاب هو موجود في هذا، في هذه المكتبة الإلكترونية؟ فإذا هذا هو الهدف من الفهرس. نأتي ومن أهم الوظائف التي تقدمها هذه وظائف الفهرس بأنها تعتبر ماذا؟ قائمة
أو كقائمة حصر أو تسجيل المواد المكتبية في مكتبة معينة، بحيث أن هي تعتبر مثلا قائمة بما تحتويه المكتبة من أوعية مصادر، والتي ذكرنا أنه ماذا؟ لأن المستفيد هو يسأل، هو يبحث، إذا كانت موجودة إذا هذه تعتبر قائمة بما تحتوي المكتبة. الفهرس أيضا كأداة للاسترجاع أو تحديد مكان مواد معينة في مجموعة المكتبة، طبعا ذلك كله هذا إلكترونيا، إذا هي تعتبر أداة لاسترجاع أو تحديد مكان مواد معينة في مجموعة مكتبة إذا أراد أن يسترجع أو يبحث عن كتاب أو مصدر معين. هذه بالنسبة الآن للوظائف. بعد ذلك إذن لأهمية الفهارس الإلكترونية، حيث أنها تعد هذه خدمة الفهارس الإلكترونية للمكتبات من أهم الخدمات المقدمة للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم في الحصول على مصادر المعلومات دون الحاجة إلى حضور المستفيد. وذكرنا لكم سابقا في الوحدة الثالثة ما يخص تنظيم مصادر المعلومات أن أيضا لهذه الفهرس فهرس بطاقي والفهرس الإلكتروني، والتي الآن هذه من أمثلة ونتكلم بشكل أعمق، وهذه الفهرس الإلكترونية بحيث أيضا من أهميتها أنه لا تستدعي أو إلى حضور المستفيد شخصيا للمكتبة أو مركز المعلومات، وذلك لأجل توفير وقت الباحث والجهد، حيث إن أي مكتبة أو مركز معلومات لا يمكنه الاستغناء عن الفهرس الإلكتروني. وترجع الأسباب لذلك ماذا؟ لماذا أن معظم المكتبات لا يمكن أن تستغني عن هذه عن درسنا اليوم الذي هو الفهارس؟ لماذا؟ لأجل أنها كثرة مجموعات المكتبة من مصادر المعلومات الآن أصبح بكم هائل من المعلومات، والتي يستطيع أنه من خلال هذا الفهرس الإلكتروني بأنه يقدم للمستفيد بسرعة وبأقل جهد. أيضا كثرة الموضوعات التي تتناولها مصادر المعلومات، أيضا فهارس الإلكتروني تقوم بترتيب وهذه المجموعات وهذه الموضوعات، أيضا توفير وقت الباحث وجهده في الوصول إلى مصادر المعلومات، وحاجة المستفيدين في الحصول على المستفيدين على مصادر هذه المعلومات، بحيث أن المستفيد بحاجة مثلا إلى وعاء معين أو مصدر أو كتاب معين. نأتي إلى إذن لهذه الفهارس الإلكترونية لها عدة مميزات، من مميزاتها بأنها تتصف بالسرعة، بحيث أنه سرعة الحصول على أو أن المستفيد يستطيع أن يصل إلى هذه إلى ما يبحث عنه أو عند سؤاله عن كتاب أو مصدر بشكل سريع من خلال هذه الفهارس الإلكترونية. أيضا المرونة تمتاز، ومن خلال ماذا؟ أنه عندما يبحث المستفيد أو الباحث بعدة طرق، من خلال أنها تتميز بمرونة، لأجل ماذا؟ في الفهارس البطاقية ذكرنا لكم أنه يتم مثلا تحديد تكون هنالك بطاقات للفهرس العنوان وبطاقات خاصة لفهرس المؤلف، ولكن هنا تكون هنا بحيث أن يستطيع بالباحث إما يبحث بجميع مداخل البحث بالعنوان أو الفهرس أو بالموضوع. أيضا التحديث البيانات تمتاز أيضا من خلال بتحديث مستمر، أيضا التعاون بين المكتبات، وبإذن الله من خلال زيارتنا لهذه المواقع نشاهد أن هنالك بعض المكتبات والمحوسبة بينهم مثلا الاشتراكات أو مثلا بين خلال يستطيع المستفيد أن يبحث من مكتبة مثلا محوسبة إذا أو لم يزل مصدر مكتبة محوسبة أخرى إذا كان بينهم هذه المكتبات اشتراك بينهم. إذن هذه أبرز المميزات للفهارس الإلكترونية. نأتي إلى أساليب البحث في الفهارس الإلكتروني، يعني كيف للمستفيد أنه يبحث من خلال هذه الفهارس، وهذا ما تحدثنا أيضا في مداخل البحث للفهارس، أنه يستطيع ماذا؟ أنه يمكن للمستفيد أنه يبحث بعدة أساليب، التي من ضمنها بحيث أن تتيح المكتبات ومراكز المعلومات للمستفيدين عدة خيارات، وذكرنا أيضا سابقا التي هي ماذا؟ المداخل.
عملية البحث واسترجاع مصادر المعلومات من خلال فهارس إلكترونية على النحو التالي، بحيث أنه قد مثلا المستفيد أو الباحث عندما يبحث عن كتاب معين هو يعرف مثلا البحث يريد أن يبحث بالموضوع، لكن ليس لديه معلومات أخرى عن مثلا العنوان أو المؤلف، فهو يبحث بالموضوع. أيضا يستطيع أن مثلا يبحث ب وهذا من فوائده أيضا بمؤلف فقط، أو بالبحث بالعنوان، أو بالبحث المفتوح من خلال بيانات المسؤولية، أو بأي أداة أو بأي يعني وسيلة بحث تظهر له النتائج أو الكتاب الذي المصدر الذي يبحث عنه. إذن هذه أساليب البحث في الفهرس الإلكتروني. بعد ذلك لدينا عدة نماذج وأمثلة على الفهارس الإلكترونية المحلية، ومن ضمنها لدينا فهرس مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، حيث أنه لنزور ونشاهد الفهرس لهذه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، من خلال تستطيع أن تبحث في هذا الفهرس العام للمكتبة. لدينا هنا موجود أيضا ما تحدثنا لكم قبل قليل، التعاون بين المكتبات من مميزات هذه الفهرس الإلكترونية، وهذا يعني بأنه عندما يريد أن يبحث المستفيد الباحث يبحث هنا بالفهرس العام، هو لم يجد ما يريد أن تسأله أو ما يبحث عن هنا يستطيع أن يبحث بهذه المكتبة، أيضا يستطيع يبحث هنا. هذا هو ما يقصد بالتعاون. لو رأينا بهذا هو الفهرس، وأيضا مثلا لو أردنا أن نبحث من خلال المداخل إما المؤلف أو العنوان، هنا الكشاف العام بشكل عام نبحث مثلا ب الملك عبد العزيز، سوف نجد إذن هذا النتائج تظهر لي أنه جميع ما يخص بأن لتساؤل المستفيد بأنه مثلا أنه في داخل هذا مثلا الوعاء أو هذا المصدر أو هذا الكتاب يتحدث مثلا الملك عبد العزيز. إذن هذا هو الفهرس العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامة. أيضا لدينا فهرس مكتبة الملك عبد الله الجامعية جامعة أم القرى. لدينا إذن عديد من الخدمات. أيضا هنا الفهرس يستطيع الباحث أو المستفيد يبحث من خلال هذا الموقع المكتبة أو خلال هذا الفهرس. أيضا لدينا من الأمثلة والنماذج فهرس المخطوطات بمكتبة الحرمين الشريفين. أيضا نتناول مثال آخر لفهرس مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف. الآن لدينا أمثلة على الفهارس الإلكترونية العالمية والإقليمية، ومن ضمنها الفهرس العربي التعاوني الموحد مثل ما هو هذا موجود أمامنا، الفهرس العربي العالمي العربي الموحد. إذن هذا هو الفهرس. لدينا هنا التدريب العملي التالي، وهو مثال على كيفية استخدام فهرس مكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود. لدينا إذن هذا التدريب والمثال التالي على كيفية استخدام فهرس مكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود، يكون في الخطوة الأولى والتي ذكرنا لكم أنه من خلال ماذا ممتاز عمليات أو محركات البحث ممتاز، بأنه إذن الخطوة الأولى كتابة اسم الرابط في أحد محركات البحث، إما من خلال عنوان البحث من خلال عناوين المواقع أو البحث من خلال محركات البحث. بعد ذلك تقوم بالخطوة الثانية والتي هي بعد ظهور هذه واجهة الفهرس والمصطلح المراد البحث عن، تبدأ مثلا لو لدينا هنا نموذج لكتاب البحث عن المكتبات الجامعية، بعد ذلك تظهر لنا هذه النتائج لنشاهد فهرس إذا مكتبة الملك سلمان الجامعية. من خلال بحث سريع نبدأ بكتابة مثلا المكتبات مثل ما هو موجود لدينا في لديكم في الكتاب المكتبات الجامعية. بعد ذلك هذه هي النتائج بشكل بتوفير وقت الباحث وبشكل سريع ودون
الحاجة إلى الذهاب إلى هذه المكتبة تستطيع التساؤل أو عن البحث عن مصدر أو كتاب معين. إذن بعد ذلك نأتي إلى ملخص درسنا اليوم والذي هو مفهوم للفهارس الإلكترونية وهو أداة بحث متاحة على الإنترنت تقوم بمهمة ماذا؟ بمهمة ممتاز وصف مصادر المعلومات في قوائم مرتبة هجائيا وترتيبها والتنظيم الجيد لها، وأيضا لكي يستطيع الباحث أن يسترجع أو يريد إجابة لمثلا ما يبحث عنه. أيضا أنه من وظائف هذه الفهرس أنه كفهرس كقائمة حصر أو تسجيل المواد المكتبية في مكتبة معينة، الفهرس أيضا كأداة لاسترجاع أو تحديد مكان مواد معينة في مجموعة المكتبة. أيضا ذكرنا أن من أهمية الفهارس الإلكترونية أنها لسبب كثرة مجموعات المكتبة، أيضا بكثرة الموضوعات وتوفير وقت وجهد الباحث وحاجة المستفيدين في الحصول على مصادر المعلومات. من مميزات الفهارس الإلكترونية أنها تمتاز بماذا؟ بالسرعة ممتاز والمرونة والتعاون بين المكتبات والتحديث للبيانات. أيضا من المكونات أنها تبحث تستطيع أن تبحث بالموضوع أو بحث عفوا هذه أساليب للبحث للفهارس أو الفهارس الإلكترونية أن تستطيع إما تبحث بالموضوع أو تبحث بشكل بيانات مثل مسؤولية بحث المفتوح أو بحث بعنوان، أيضا بالبحث بالمؤلف. بعد ذلك لدينا هذا النشاط التالي من خلال هذا الفهرس الآتي نبحث عن مكتبة الملك، أبحث عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة وحاول البحث مع تدوين المرئيات من حيث الاستخدام والحصول على النتائج عن العناوين الآتية: قائمة بالوثائق الإلكترونية، ونريد أيضا قائمة بتقنيات المعلومات والاتصالات، وقائمة بإدارات المعرفة. أيضا لدينا نشاط آخر من خلال أيضا الفهرس الآتي الذي ذكرناه وهو فهرس مكتبة الملك عبد الله، وبحيث أنك تقوم حاول البحث في الحصول على النتائج الآتية والتي هي قائمة بأضرار المخدرات، وأيضا قائمة بمصادر المعلومات عن العمل التطوعي، وأيضا قائمة بمصادر المعلومات عن التعليم الذاتي. لنكون بذلك انهينا درسنا اليوم والخاص للفهارس الإلكترونية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم لنكمل سويا ما بدأناه في درس نمو الجماعة البشرية. بالأمس اتفقنا أنه في درس نمو الجماعة البشرية لدينا فكرة رئيسية نصت فكرة هذا الدرس بأنه يتغير نمو الجماعة البشرية مع مرور الزمن. أيضا اتفقنا لدينا أهداف خلال دراستنا لهذا الدرس، أولاها توضح وتوضحي اتجاهات نمو الجماعة البشرية، أيضا تقارن وتقارني بين التركيب العمري الذي لا ينمو والبطيء النمو والسريع النمو لجماعات الدول غير النامية، أيضا تتوقع وتتوقع النتائج المترتبة على استمرار النمو السكاني. عرفنا علم نمو الجماعة البشرية أو ما أسميناه بعلم السكان الإحصائي، وما أطلقنا عليه مصطلح الديموغرافيا. يختص هذا العلم بدراسة حجم الجماعات البشرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدل المواليد والوفيات. بالأمس استعرضنا جدول كان عبارة عن دراسة لباحث درس فيه نمو الجماعة البشرية على مر العصور، واتفقنا أن الجماعة البشرية خلال العصور القديمة كانت في مستوى القدرة الاستيعابية، وكان السبب بأن الله سبحانه وتعالى وفر في كوكب الأرض، وفر في البيئة القدرة على تحمل هذه الجماعة البشرية، مثل ما اتفقنا في استراتيجية كي قدرة الحمل، وفي استراتيجية آر رفع المعدل. فالجماعة البشرية منذ ملايين السنين حتى العصر الحالي، ونحن نتتبع الرسم البياني نجد أن الجماعة البشرية كانت في مستوى القدرة الاستيعابية للبيئة التي يعيش فيها. ولكن النمو الصناعي، ازدهار الزراعة، تربية الحيوانات، التطور الطبي رفع وأعطى مستوى معيشة أكبر لهذه الجماعة البشرية. لذلك شاهدنا التغير في الرسم البياني وبدأنا في النمو ما أسميناه النمو الأسي، وكأننا نتتبع استراتيجية رفع المعدل. فالجماعة البشرية انفجرت والأعداد تضاعفت، فمثل ما ذكرنا في عام 1800 كانت أو الجماعة البشرية تقريبا بمعدل مليار شخص، الآن الجماعة البشرية أو في عام 1999 كانت سكان الكرة الأرضية حوالي 6 مليار. ونحن نتتبع جدول ذكرنا هنالك انخفاضات، هنالك قلة في الجماعة البشرية بسبب الحرب العالمية الثانية، بسبب بعض المجاعات، الطاعون الذي سبب وفاة الكثير من الأشخاص في قارة أوروبا وبالتحديد في القرن 14. ذكرنا بالأمس أن انفجار الجماعة البشرية كان بسبب دور الإنسان، وأهم أدوار الإنسان هو التطور الزراعي وتربية الحيوانات. هذا التطور الزراعي، تربية الحيوانات، وفرت الغذاء، وفرت مصادر الغذاء، وهي من أهم العوامل المحددة لنمو الجماعات. أيضا اتفقنا أنه حسن التقدم العلمي في صناعة الدواء ومواجهة الأمراض، إيجاد اللقاحات، في التقليل من عدد الوفيات، مما سمح للجماعة البشرية أيضا بالزيادة. وفي النقطة الأخيرة ذكرنا أنه تحسين المساكن قلل الأخطار، سواء أخطار مناخية أو أخطار المفترسات، التعرض للأفاعي والعقارب. فتحسين المساكن، التطور العمراني، ساعد الإنسان في نمو الجماعة البشرية. في المقابل اتفقنا سويا أن هنالك أسباب أدت إلى انخفاض الجماعة البشرية، نلخصها في أمرين: واحد، الأمراض التي تعرضت لها الجماعة البشرية خلال هذه السنوات. أيضا نستطيع القول أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض الجماعة البشرية ما حدث من مجاعة مثلا في الصين عام 1960، وأدت إلى وفاة ما يقارب 60 مليون شخص تقريبا. بعد كده تكلمنا عن معدل النمو، ولاحظنا أن معدل النمو كان هنالك معدل نمو تزايد حتى عام 1960، لاحظنا هبوط حاد في معدل نمو الجماعة البشرية، ومثل ما اتفقنا أمس كان بسبب المجاعة التي حدثت في الصين. بعد ذلك عاود المعدل في الارتفاع، ثم بدأ بالانخفاض حتى عام 2003، ولاحظنا أنه حتى العلماء ذكروا أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو عام 2050 إلى 0.6% تقريبا. والسبب أعزيناه لوجود الأمراض، ومن أشهرها مرض الإيدز الذي أدى إلى وفاة الكثير أو ملايين الأشخاص وبالتحديد في أفريقيا.
اليوم سوف نتكلم عن اتجاهات النمو السكاني. اتجاهات النمو السكاني تحدد بعوامل من أهم العوامل التي تحدد اتجاهات النمو السكاني المختلفة ما بين دولة ودولة، مثل ما ذكرنا العوامل التي ساعدت في النمو والعوامل التي ساعدت في انخفاض الجماعة البشرية: التغير المناخي، الأمراض، النهضة الصناعية، تطوير الزراعة وتربية الحيوانات، الحرب العالمية الثانية، تحسين الرعاية الصحية وصناعة الدواء. هذه المسببات ما بين عامل إيجابي زاد من معدل النمو، ما بين عامل سلبي أثر في خفض الجماعة البشرية، هي ممكن أهم العوامل التي تؤثر في تحديد نمو الجماعة البشرية. عندما نتكلم عن اتجاهات النمو السكاني وهو درسنا لهذا اليوم، ماذا نقصد بمصطلح أو بكلمة اتجاه النمو السكاني؟ اتجاهات النمو السكاني نقصد بها أو نقصد بالتحول السكاني هو التغير في الجماعة من معدل ولادات ووفيات عالي إلى معدل ولادات ووفيات منخفض. إذن ما المقصود بمصطلح تحول سكاني؟ المقصود هو التغير في الجماعة من معدل ولادات ووفيات عالي إلى معدل ولادات ووفيات منخفض. من السهل الوقوع في الخطأ عند تفسير نمو الجماعات، لأن النمو السكاني لا يتساوى في الدول المختلفة. الدول تختلف في مواردها، الدول تختلف في تقدمها العلمي، الدول تختلف في إمكانياتها. نستطيع أن نصنف الدول في صنفين رئيسيين، في قسمين رئيسيين، نستطيع تسميتها دول نامية ودول نسميها الدول الصناعية المتقدمة. ففي اختلافات اتجاه النمو السكاني بين الدول النامية والصناعية نستطيع أن نقسمها مثل ما ذكرنا إلى دول نامية ودول صناعية. الدول النامية، ماذا نقصد بالدول النامية؟ الدول النامية عادة هي الدول التي تعتمد على مواردها الطبيعية من زراعة، من تربية مواشي، أيضا من خيرات في باطن الأرض مثل الذهب، مثل الوقود الأحفوري. هذه الدول نسميها دول نامية، نسميها دول نامية. في الدول النامية تسهم بزيادة عدد سكان العالم بحوالي 73 مليون فرد. بالأمس اتفقنا أن الزيادة في نمو عدد السكان كان بمقدار حوالي 76 مليون شخص للسنة الواحدة. أما الدول الصناعية تسهم بزيادة عدد سكان العالم بحوالي 3 مليون فرد تقريبا. والمقصود بالدول الصناعية المتقدمة هي الدول لديها تقدم علمي، الدول المعتمدة على الصناعة، التي تقدم لسكانها رعاية خاصة وطرق معيشية عالية. قبل أن نتكلم عن النمو الصفري، في اتجاهات النمو السكاني يظهر لنا الجدول معدل النمو للدول العربية. يظهر أن معدل النمو للسعودية هو الأكبر بنسبة 3.2%، بينما اليمن ظهرت بمعدل 2.97. لو نلاحظ هنالك تسلسل في جدول الدول، نجد المغرب هي الأقل ما بين الدول العربية من ناحية معدل النمو، ففي المغرب نجد أن معدل النمو 1.20%. عمان حلت كثالث الدول 1.97%، والأردن مثلت 3.7% تقريبا. الأردن تكون ثاني الدول بعد المملكة العربية السعودية. فمن الجدول يظهر لنا أن هنالك اختلافات في معدلات النمو، حتى وإن كانت الدول تملك نفس الاستراتيجية أو تملك نفس النوع من الدول ما بين نامية وصناعية. هذه الدول عبارة عن دول نامية. هذه الدول النامية اختلفت في معدلاتها باختلاف إمكانياتها. اليوم نحن كسعوديين لدينا رؤية 2030، من أهم أهدافنا هو التحول إلى دولة صناعية لا تعتمد على البترول أو لا تعتمد على النفط. ومن أهم وأبرز الأمور التي نفخر ونفاخر بها هو قيادة المملكة العربية السعودية لمجموعة G20، مجموعة 20. وهذه رسالة للعالم أجمع بأن السعودية متجهة إلى الصناعة، ولن نعتمد على النفط في المستقبل بإذن الله تعالى. آخر موضوعاتنا اليوم التي سوف نتكلم عنها هو موضوع النمو الصفري، أو ماذا نقصد بالنمو الصفري. يحدث عندما يتساوى عدد المواليد والهجرة الخارجية مع معدل الوفيات والهجرة الداخلية، بمعنى أن معدل المواليد والهجرة الخارجية يتساوى مع معدل الوفيات والهجرة الداخلية. لما يتساوى هنا الأرقام، المعدل سوف يصبح هنا صفر، والدول سوف تسجل نمو صفري، ويكون هنالك اتزان في هذه الدول.
فالنمو الصفري يعني توقف النمو السكاني ويتوقع حدوث ذلك ما بين عام 2020 وعام 2029. ففي عام 2020 توقع عدد السكان حوالي 6.64 مليار نسمة، بينما في 2029 تقريبا 6.90 مليار نسمة. ونلاحظ أن هناك تقارب في الأرقام، ففي هذه الفترة قد نصل إلى أو يتوقع العلماء أن نصل إلى النمو الصفري. ماذا سيحدث عندما يكون النمو صفري؟ عندما يصل العالم أو العالم إلى مرحلة النمو الصفري، فأن التركيب العمري لسكان سكان أكثر سيكون أكثر اتزاناً من خلال أعداد المرحلة العمرية، بمعنى المرحلة العمرية المستعدة للتزاوج. ممكن إحنا نتكلم وذكرنا في درس الاستراتيجيات أن هنالك عمر نسميه عمر النضوج. أيضاً في سكان العالم هنالك مراحل في الخصوبة، في مرحلة اسمها مرحلة قبل الخصوبة، ومرحلة نسميها مرحلة الخصوبة العالية، ومرحلة ما بعد الخصوبة. مرحلة ما بعد الخصوبة، إذا مرحلة الخصوبة وبعدين مرحلة ما قبل الخصوبة ثم مرحلة الخصوبة، وننتهي في مرحلة ما بعد الخصوبة. عندما تتساوى الأعداد في الثلاث مراحل نكون وصلنا إلى النمو الصفري، ويحدث بذلك ما نسميه اتزان في معدلات النمو. في المناقشة ونحن نتكلم عن معدلات النمو، السؤال الأهم كيف نحسب معدل النمو؟ في السؤال احسب معدل أو احسبي معدل النمو لجماعة سكانية إذا علمت وعلمتي أن معدل المواليد هو 37.10 مولود لكل 1000 شخص، ومعدل الوفيات 7.35 مولود لكل 1000 شخص. كيف نحل أو نحسب معدل النمو؟ لدينا قانون لمعدل النمو، فمعدل النمو يساوي عدد معدل المواليد منقوص من معدل الوفيات نقسمه على 1000 ونضرب في 100، ونستطيع اختصارا نقسم في 10 مباشرة، ولكن لنحل القانون بالتعويضات الظاهرة عدد المواليد مثل ما ظهر في السؤال 37.10 نخصم منه عدد الوفيات وهو 7.35 ونقسم على 1000 ونضرب في 100، يطلع الناتج النهائي معدل النمو لهذه الدولة 2.97. إذن الهدف الأسمى في هذا السؤال معرفة طريقة وكيفية حساب معدل النمو، فعند حساب معدل النمو نحسب عدد المواليد وننقص منه عدد الوفيات نقسمه على 1000 ونضربه في 100. في سؤالنا الثاني عللي من السهل الوقوع في الخطأ عند تفسير نمو الجماعات. لماذا من السهل نقع في الخطأ عند تفسير نمو الجماعات؟ ما الذي يحدث؟ لأن النمو السكاني لا يتساوى في الدول المختلفة. بكذا نكون وصلنا لنهاية درسنا، رجائي لكم بالتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟ شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة. راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص سواء في التطبيق أو حتى المتصفح، وتأكد أنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل، ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى COVID-19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية. وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي، ولأي استفسار كلم الصحة 937. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا COVID-19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا COVID-19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط، وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصاً منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته، إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت. تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح.
فاحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيرا، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي. قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس، لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم. لذا توفر منصة مدرستي بيئة رقمية آمنة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس. على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب، والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية، بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرستي بشكل ذاتي، بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم.
ومع منصة مدرستي يمكنك أيضا تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط، وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة، مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية، والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة. كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم. ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن 21 لدى أبنائنا الطلبة، مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات. وأخيراً، عزيزي المعلم وعزيزتي المعلمة، لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين. مدرستي منصة إبداعي. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد. معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة، ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600,000 شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. يترافق التدخين وتعاطي التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية، والإكزيما. فالمدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين، واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد. العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. هناك ارتباط قوي بين التدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف وفقدان السمع، فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء مقارنة مع غير المدخنين. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين. راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات
باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على العب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك. افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتواصلون. مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة. تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس. اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه. إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدئ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة. حرك الوكيل إلين يوقف تماماً على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون. اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر، انتبه وانت تكتب لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية، ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي، تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين. ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها. كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين أنهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا
راح توضح للمزارعين أن الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابني رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الأسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في إصلاح مصعد الساحر. تذكر أن كل تحدي تقدر تحله بأكثر من طريقة، وإذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك أو زملائك. إذا انتهيت من التحديات الستة، لا تنسى تزور شجرتك، أكيد صارت كبيرة. في الأخير اضغط زر الهروب Escape على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون، ومهم أنك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.